اول حاجه اعملها اجيب السلام عليكم. جبت الحمد لله جبت طبعا. اخرج اجيب الفلوس من بره. بره تيت تعالى فلوسك معايا. فين؟ في كابتش تشاتش. انا بتكلم على الملايين. كل فلوسك في كابتش تشاتش. ايوه صح. برافو عليك. مش انت عفريت؟ صح. هتفتح قبضه سيادتك شلالات فلوس. يلا قول افتح يا عفرتو. افتح يا عفرتو. شغل الشلالات. خد فلوسك. شغل الشلالات. خد يا سيدي. شغل. ربنا يقدرني واسعدك يا وكيل يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ فلوسك. ده جنيه وربع يا. ربنا يزيدك يا وكيل. انت ابن حلال. كده شغلت الشلل بس مش. مبروك يا الافرح. جنيه وربع. ها؟ اديهم للسواق. لا انا رضيت السواق اديته 10 جنيه دول بتوعك انت. مبروك. اديت السواق 10 جنيه. ايوه. وجايب لي انا جنيه وربع. مالك يا وكيل؟ الحمد لله. تعيط من الفرحه؟ ده انا ما اجيب لك. العفريت اللي طلع لي باينه بتاع فكه بس ولا ايه؟ في ايه يا استاذ؟ جنيه وربع. الحمد لله. لا خليك انت مطرحي. تحت امرك. انا؟ ايوه. طلع لي عفريت حصل وقال احلم وهسعدك. ايوه. ده انت جبان واكل ثلاجه وسخان تمنهم 10,000 جنيه وصحه يا عفروتو. صح صح. وما اتكلمتش ورايح البنك راجع بجنيه وربع. مالهم؟ جنيه وربع يا معفن. اهو انت ما تردش عليا. اعمل ما انت لو مش عارفك انت خنقتك. هتعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ ما انا عارف يا سواو. يا نهار اسود. سواو. لا لا يا سواو. لا يا عم تعال شوف قريبك راح البنك راجع بجنيه وربع يا سواو. وربنا شكلكم مش حلو في المنطقه كلها يعني. قول كده بقى معنى كده انا اللي كنت حاسب على الترابيزه اللي في الخرم. الواد ده خباص يقول لابويا. ابوه. ايوه ايوه ابوه. ما بعتليش ابوه ليه؟ راجل كبير محترم بعتلي عيل في كي جي 1. اوعى تقول لابويا. ابوك يا معفن. اهو انت. ده انا هحضر لك ابوك. لا ابوه ابوه. شبيك لبيك عفاريت ما بين ايديك اقمر. تعالى يا حاج. يا حاج تعالى خدوه. منو؟ عفرتو. ليه هو؟ راح البنكو رجع بجنيه وربعه. بوس ايدك وشي وظهره. ده انت رخر معفنوه. يعني الواد مش جايبوه من بره. اعمله ربو. هو انا ناقصوه. خلاص اتبنوه. اتبنى مين؟ ده مطلع عين امه. طب هاتوه اكلموه. تعالى اكلم ابوه. لا لا قول له واقف مع واحد صاحبه تحت. انا ما اعرفش اكذب يا اخويا. هتودينا في داهيه يا وكيل. ايه يا بابو؟ ايه يا عفرتو؟ خيره؟ مزعل عمك الوكيلولي هو. ده حبيبي ده انا هو سمنا على عسلوه. عسلوه اسودهم حبيبوه ب60 نيلو. ده بيقول انك رحت البنكو ورجعت له بجنيه وربعه. ده راجل كذاب. ده انا جايب له مليون دولاروه. عليا طلعوه ما حصلوه. عليا طلعوه يا راجل ما حصلوه. ده انا في عرض ربع مليونو. ابني ما بيكدبوش. يعني انا كدبوه؟ ايه رايك ان انت قليل ادبوه؟ طب احترم نفسك. هتعملوه. هنزل لكوه. اوعى ينزلك. اوعى ينزلك. ليه؟ اوعى ابويا ينزلك. ما تسيبه ينزل. انت جبت جنيه وربع يمكن هو يجيب 2.5. هينزل ياخد منك الجنيه وربع. اسمع الكلام. بص بقى يا وكيل من الاول كده. بالنسبه للفلوس بعد عنك. انا عندي شكشوكه. ايه شكشوكه؟ كسرين عليك شويه بيض وطماطم. لا لا شكشوكه ده مرض ما اقدرش اجيب فلوس. بس انا جوايا طاقه اعمل لك اي معجزه. طاقه اعمل لك ايه؟ انزل لك 4 جبال الماز وياقوت دلوقتي. ها ايه يا فنجري بق انت يا حلو. 4 جبال الماز وياقوت انزلهم لك. انقط وفضه. انقط فيا. انقط. لا بجد. انقط 4 جبال الماز وياقوت يا ابو جنيه وربع يا معفن. اهو انت. ده انا في عرض ربع 4 جبال. صلى على النبي. اسكت. مالك؟ اسكت. اروح فيك في داهيه 4 جبال ياقوت. 5 يلا. عايز ايه يا ناوي؟ في ايه؟ هات ياقوتايه. لا 5 مزايا. 5 جبال يا ابو جنيه وربع يا معفن. اهو انت يا معفن. بس بقى فينك؟ فينك يا شبيك؟ مالهم؟ فين عفاريتك يا شبيك؟ مالهم؟ كان يقول له سبانخ العيني هي ويجي لك نفس تاكلها بعد القرف ده.
مالكش دعوة، هاتها وانا كلها. انا هعمل لك معجزة دلوقتي هثبت لك ان انا مية مية. يا عم روح روح. مش انت كان نفسك في بنتين حلوين يسهروا معانا فوق؟ اما كنا طالعين الرحلة بتاع السواو دي. سيبك من الرحلة، انا دلوقتي هجيب لك اجمل بنت في بلدك اجوزها لك. ها؟ هجيبها هنا؟ اجمل بنت هتشوفها في حياتك. هنا؟ حالا. اقول عليك اجدع عفريت. كتب بقى. ماشي. تعال. واو. ما بلاش واو ده بقى. ايه وكيل؟ يا عم مش عارف انت ما بتعرفش امشي من غيره. ده مية مية والله. يا عم ده بيعقد المسار. هتشوف هيجيب لك قمر يجوزها لك. تعالى بس. واو. نجيحة بتاعت المعادي. وانت نزلت في المعادي قبل كده؟ خدمت سنتين. لا والنبي. هتشوف. نجيحة يالا اللي واخدها كده. اه في خناقة احمد اللي واخدها كده. واخدة ايه لا مؤاخذة؟ واخدة مطوة كده. اللي هتجوزها دي واخده مطوه هنا؟ اه علامه الواحد يعلمها بيها برضه. يلا يا عم مديحه اللي واخدها كده. ما تخلص يا عم. واو يا عم خلص ما تضيعش الليل. هات اللي واخدها كده. اوعى تجيبي اللي واخدها كده. يلا يا واو. لا والله خرجت من السجن امبارح يا عم. شايف. خرجت من ايه؟ خرجت منين؟ من السجن. انت هتجوزني مسجونه؟ فشل. دي كانت بتزور امها وقفلوا عليها غلط. بتزور امها في عيشه فراخ. انت مش عليك اجيب لك البيت؟ ايوه. تعالى بس. يلا يا واو احسن بشك بقدراتي. وبالمره جدعان هات عربيتك ودينا المعادي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا معروف في المعادي. يعني ايه؟ انا مش عربيه شيك، مفيش داعي يتعب نفسه. ده عنده اسطول اللي انت شايفه ده. معلش. هتشوف العربيه اللي نازله. انا بتكلم من اول. يلا يا واو. بسم الله. اركب يا واو. اركب يا واو. نعم. اركب. اركب ايه؟ العربيه. المجنون ده ولا ايه؟ العربيه جت؟ ما تركب يا راجل انت من العربيه واقف. اقفل الباب. غريب قوي. انا اقفل عربيه الراجل. بس هشوف انهي باب اللي مفتوح في الارض. قدامك اللي على البحر. اللي على البحر. ايوه ايوه. ارزعوا قوي ارزعوا. هات. تلعب في ايه؟ لا مفيش. عايزين نرجع للراجل العربيه سليمه. ايوه ان شاء الله هترجع سليمه. غريب قوي. طيب خلاص. هطلع بيك لوحدك ولا ايه؟ ونعمل ايه؟ يلا معادي معادي. ايه يا عم؟ تلعب فين؟ والله دار السلام. ايه؟ دار السلام. ما قلناش دار السلام، قلنا معادي. اتكل على الله. اتكل على الله. مالك؟ ايه؟ هو الميكروباص هيتملي كله من ده؟ هطلع بيك لوحدك. تعال تعال تعال. ما تخافش. تعال اركب اركب. يلا مالك مفيش. خلاص مفيش حاجه. ما تخافش. شغل لك التكييف؟ لا ما تشغلش حاجه. اشتغل انت بس طلعني من المشوار ده. يلا واو على المعادي. هنجوزك قمر قمر. نشوف. واحد اثنين ثلاثه.